وفي هذا الصدد أكدت سعادة المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، أكدت خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن البرلمان البحريني لأهمية كبيرة للدبلوماسية البرلمانية. البرلمان البحريني يولي اهتمام وأهمية لهذه الدبلوماسية البرلمانية، خاصة من خلال رئيسي مجلسي الشورى والنواب والشعب البرلمانية اللي هي الجهاز المعني بذلك. ودلالات الاهتمام هي مدى حجم المشاركة والتفاعل في تلك اللجان والهيئات الدولية، سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي، البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني العربي، وكذلك الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة المؤتمر الإسلامي. فتجد أن حجم المشاركة والتفاعل تولي البرلمانيين من البحرين في سواء على مستوى الرئاسة أو اللجان، التفاعل في الأمور التي تعزز من تلك الدبلوماسية، بلا شك أن هذا يخلق تقارب وتلاقي مع النظراء من البرلمانيين